وصيت به ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى السماوات الرفوع الى سدرة المنتهى الى طاولة الحسين الى وحدنا وعليت الغاية الكبرى وعلمت الغاية القصوى واكرمت بالمخاطبة والمراقبة والمشافات والمشاهدة والمعايدة بالبصر خصصته بالبصيرة الأخرى والشفاعة الكبرى يوم فزي الأرض للمحشر وجمعت له جوانب القلب وجوانب الذكر وجعلته وطنه خير الأمم وغفرت له ما تقدم من ذنب وما الذي بلغ رسالته وعلى أمانته ونسى وجعل ظلمنا وجعل في سبيل الله عبدا ربه الله اليقين اللهم ابهز مقاما محمودا يغفره في الاولين والاخرين اللهم اعزمه في الدنيا باعلاء ذكره واظهار دينه وابقاء شريعته وفي الاخره بشفاعته وعجل أجره ومصوبته وعبد فضله للأولين والآخرين للمقام المحمود وتكريم على كافة المقربين اللهم تقبل شفاعته الكبرى وارفع درجته العليا وآتي سبله في الآخرة كما أتيت إبراهيم وموسى اللهم اجعله من أجر رضاك أجر شرفا ومن أرعي جنة درجة وأسلم مكرا وعن كريم عندك الشفاء اللهم أعزم برهانه وأقم حجته وأبلغ مأموره في دار بيتي وذريتي اللهم أغفر لي عينه وأجزي على خير ما جزيت نبيا عن أمتي وأجزي على خير خيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عددا وشهادته وسمعت وأذان وصل وسلم عليه عدد من صلى عليه وصل وسلم عليه عدد الله يصلي عليه وسلم وسلم عليه كما أطيب وكرم الله أن يصلى عليه وسلم وسلم عليه كما أمرتنا أن